جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها سحسن وين هو مش الواحد مشي يصلح الجهل والبهامه والتصديقه وشو نعمل نعاني منهم انا هذوما لازم يمشي يقرا شويه مات يقرا شويه يعمل شويه ستاتيستيك توا حتى انا توا ناجي جلول الاولاني في شو نعمل انا نقول لا معناتها نغيبوا سي عبد الفتاح مورو الثاني في الكونفيونس زاد هو زاد خلصنا سامي عبو الثالثه هي خلصتنا حبيب السيد هو خلصنا باجي محمد عبو جاء الرابع والخامس خلصنا مهدي جمعه السابع ويوسف شاهد زاد هو ومنصف مرزوقي خلصنا وحماد جبالي خلصنا هم كل خلصونا افهم يا سي شواشي ولا شو اسمك افهم تمعن في وتدقق ما تكونش تقديمه في ثلاثه واربعه نواب حياتك كامله افهم افهم وبعد تعلم ولا ايجا البيرونه شوفنا كيش نخدمه وبعد تتكلم الجهل ما نجموش نحن الجهل الجهل هي حاجه كبيره كيما تقول اون فاغ كبيره كي موجه كبيره تاع 23 سنه تاع التعليم الخايب هذاك اللي تعرفوه وكبر في تونس معناتها وممثل الشعب هكا كيفهم انا باش نعمل له تحب تعلق سيده محمد لا والله انا من شنو التعليق هو هذه معناتها الشركات اللي تعمل استطلاعات راي تقريبا موجوده في كل الديمقراطيات الكبرى والعريقه وكما قلت لك في تقاطع هذه الاستطلاعات تتوضح الصوره اكثر على مثلا سمعه السياسيين على ادائهم والاحزاب والشخصيات العامه انا بطبعي اريد ان ابعد يعني كل البعد لانه هذايا النون بروديكتيف على هذه مع تخوين الناس وتخوين تنقد مثلا كل كذا اما هذه اللغه لانه تعرف ولات متفشيه في تونس ولا تتهبط من مستوى بلكشي خطر هذاك الواقع ثم كل شيء ولا يتباع ويتشرى مالوريزمون في البلاد بلكشي هكا من المنطلق هذا كل الاماكن هذوما كل توا جاني انا سامي عبو جاب خلصتنا معناتها ما نصورش اخر وحده تنجم تخلصك سامي عبو علاش اخر وحده شبيها هي ما تنجمش تخلصك سامي عبو لانه يوميا معناتها تحكي على فساد وكذا كي تخلص شركه لانها يوميا تحكي على فساد وما تخلصش علاش فتح العبد انت تعرف مع شكون قبضت احسن شنو اللغه دي شنو اللغه دي اش معناتها المستوى هذايا الحاله فيكم حاله بشكون ما عرفش في العباد يتكلم هكا اسمع احنا تاع دابا شيف دافير تاع سيجما مثلا 88% منه من في الخارج في دراسات عم في اليمن في سوريا في المغرب في وعمرها لا صارت لنا مشاكل من النوع هذايا في البلدان هذه جامي جينا في تونس ويدفع ويدفعوا ما يدفعوا مع مرض هذا كله اوفيت تسمى ترانسفير بسيكولوجيك يمكن خاطر هو يتشري يخمم الناس الاخرين يتشري على خاطر هو يمكن مش باهي في المات ولا في الحساب مش فاهم اللي قاعد يصير له راهو معناتها اللي عايشينه توا في تونس بين قوسين مثال احسن انا مثال نفهم التوتر هذا اللي يصير اما ايش نقول لك سامي عبو تخلص فيا معناتها سامي عبو تخلص فيا على خاطر حطيناها ثانيه جات سامي عبو في حزبه ما نجمش ما نصورش اتهم سامي عبو هو غزل لا هو شو كيدير هو هذاك شو مثلا قال مهدي جمعه طلعتوه بالفلوس ها واش قال بار اكزومبل ما نعرفوش حتى معناتها ما قابلنيش ما ينجمش الكلاسه الثالث وقت اللي انتم طلعتوه راه بالفلوس ما ينجمش يكون هذا تحليله هو لازم نحي من الجهل نتاعو والبهامه نتاعو سمعني هذا شو فك علينا من المستوى نتاع البهامه والكلام هذاك هو قال اكثر خلينا في هو قال اكثر من هكا احكي على الفلوس وكل شيء معناتها هو قال اكثر معناتها ما نهبطوش انت ما قلت له ما فك علينا انا قلت له عنده حق الرد لا عنده حق ما حكيتش على مستواه الثقافي والعلمي ولا حاجه علاش علاش كي علاش كي هو تكلم هكاك انت ما وقفتوش على حد خاطر كلمه بهامه ياسر سياسي ويقول لك هو تاخذ فلوس اقل معناتها قلت له انا لا معناتها فما راي عام يحكم وكذا معناتها خلينا من القول لا خلينا في مستوى لا لا ولا مصدق به كيفاش نقول حول لا قوة إلا بالله والله ندمت لي سمعتك الاكستريم إيه حسن مش نسألك سؤال مسألش واضح خذوا من عندي عندي صغاري أخواتي وعائلتي عندك الحق إيه حسن والبهام والتصديق نتاعو هو يا حسن اللي دونجوروز حسن معناتها خطر الكلام اللي قاعد يقول فيه وسعوا بالنا سي حسن الزرقوني نسألك سؤال بربي جاوبني من غير اسمع اسمع سامحني زهير تجيك ناس شو الفونتازم اللي تعملوا فيه لا نسأل معناتها فما ناس تنجم تتجرأ تقول لك كيفاش ننجم نطلع في السونداج حتى حكى هي حب يلمح لك عملية تلميح ما يسألش اسمع يا ما لازمش تردوا مثلا نجيك انا نقول لك جاورك كيفاش نعبر رجعها الاولى قبل الناس الكل اخدم اخدم على
فهمت؟ معناتها تجيك ناس ما تسالش سؤالات ديبيل، ما تستبهلش العباد، ما تخليش العباد تفكر انهم هما تنقصلهم، تحترم ذكائهم. اذا تحترم ذكاء الناس، اذا تكون شريف في مهنتك تطلع بصفه طبيعيه. اما كان تكون لا هو معناتها لما احنا ديريكتومون كونتكست قرا لي حسابي ولا هاني موجود ولا شو نعمل له انا؟ دبر راسه هو، نعرف عليه شواش يعفوت وينسى هو. ما عرفش انت تسال انا نعرف اللي ما يعرفوش تراس سي سامبل. واضح. جوهر اف ام.